السيدات والسادة عشاق النغم الأصيل ومحبي زمن الفن الجميل رواد صالون المنارة الثقافي الفني، أهلا بكم في الليلة 99 بعد 100 من عمر هذا المنتدى العريق الذي أسسه رجل الأعمال الوطني المثقف الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم. وقد تم تأسيس هذا الصالون الثقافي الفني عام 2011 ليكون منارة للفن ومنبع للثقافة ومنبرا للرقي وحفاظا للهوية الثقافية المصرية. يسعدنا أن نرحب بمؤسس الصالون رجل الأعمال الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم، ونتمنى لسيادته دوام التوفيق والنجاح في أداء هذه الرسالة التي يحملها سيادته على عاتقه، كما نكرر الشكر لسيادته على هذا الدعم المستمر لمسيرة هذا المنتدى الثقافي الكبير. كما نوجه الشكر والتقدير لإدارة المركز الثقافي بجمعية مصر للثقافة وعلى رأسهم السيدة علياء يوسف على ما يبذلونه من جهد لإنجاح هذا العمل الثقافي الكبير. كما نرحب بضيوف دكتور محمد سعد الدين إبراهيم، نرحب بالسادة الضيوف الحاضرين من مصر والمملكة العربية السعودية والعراق ومن دول الخليج وليبيا وسوريا والأردن وفلسطين والمغرب والسودان وكافة الأقطار العربية الشقيقة الذين شرفونا من قبل أو الذين يشرفونا لأول مرة. كما نرحب بمتابعينا على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت ونسعد بملاحظاتهم وتعليقاتهم التي تنم عن اهتمام بالغ بما يقدمه الصالون من أعمال فنية وثقافية. ونرحب بدبلوماسي العراقي الأستاذ عمر السلطاني الملحق بالسفارة العراقية. السيدات والسادة أعضاء الفرقة الموسيقية الأستاذ محمد مصطفى كمان، الأستاذ فاروق محمد حسن أكورديون، الأستاذ علاء قرمان عود وغناء، الأستاذ أكرم عبد العال على آلة القانون، الأستاذ محمد فوزي على آلة الأورج، على الكمان. الأستاذ عماد الشريعي على الأورج، الأستاذ عادل عبد العزيز على الكمان، الأستاذ أشرف عزت على الكمان، الأستاذ إيهاب محمود على الكمان، الأستاذ أحمد خطاب على الكمان، الأستاذة ميجومي سارو هاتشي من اليابان على الكمان. وكما نرحب أيضا بالمطرب محمد الشامي والأستاذة تهاني والمطربة تهاني محمد علي، كمان هنرحب بالمطرب عمار كرم مطربنا من سوريا، بسملة الطفلة الجميلة بسملة كمال، وكمان هيكون معانا وسام علي اليماني مطربة في حفل الليلة.